سد مأرب يفيد للمرة الأولى منذ إعادة بنائه ومخاوف من انهياره. تتزايد المخاوف حول احتمالية انهيار سد مأرب التاريخي جراء السيول الجارفة التي لم يشهدها اليمن منذ عقود طويلة، حيث تصاعدت كمية المياه التي استقبلها خلال الأيام الماضية حتى زادت عن المستوى الطبيعي لأول مرة منذ إعادة بنائه عام 1986. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي سيولة جارفة فاضت من ممرات سد مأرب باتجاه وادي عبيدة بعد ارتفاع منسوب المياه في السد لأول مرة في تاريخه. وفاض السد من ممراته الطبيعية باتجاه منطقة حدير بن من جهة الشرق، ما تسبب في جلف وتهدم مساحات زراعية واسعة وسط تحذيرات من وصول مياه السد لمستوى قياسي غير مسبوق مع استمرار تدفق السيول التي تشكل خطرا على السد والساكنين بجواره. لكن مدير سد مأرب المهندس أحمد العريفي قال إن السد من جدا من الناحية الفنية والاستيعابية، وإنه يستطيع استيعاب كمية هائلة من المياه تتجاوز 100 مليون متر مكعب لكي يصل إلى المفيد من منفذه الطبيعي. وكان العريفي يتحدث لمحافظ مأرب سلطان العرادة بشأن مزاعم فيضان السد أو انفجاره، قائلا إن السد صمم قبل بنائه على احتمال أن يأتيه طوفان كل 10,000 سنة وهو قادر على استيعابه. وأضاف: للسد منفذ طبيعي تبدأ المياه بالمفيض منه إلى خارجه، وبعدها نحتاج إلى 280 مليون متر مكعب من المياه زيادة استيعابية في السد لنبدأ الحديث عن الخطورة. وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن السد استقبل 270 مليون متر مكعب من السيول الناتجة عن تساقط الأمطار الغزيرة على الجبال المحيطة بالسد، إلا أن الكمية تزايدت بفعل استمرار هطول الأمطار ما أدى إلى فيضان السد من الممرات المخصص لتصريف الكميات الزائدة عن قدرة السد على الاستيعاب. تاريخ السد المعجزة: يعود تاريخ بناء سد مأرب القديم إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد، وذكر في النقوش المسندية باسم عرم أي العرمي، ووصف بالمعجزة الهندسية في الجزيرة العربية، ويعتبر من آثار مملكة سبأ القديمة. وساهم السد الذي وصف بأكبر نظام للري آنذاك وقياسا بالزمن في ازدهار مملكة سبأ في القرن التاسع قبل الميلاد، وتحولت أراضي مأرب إلى بساتين خضراء ذكرت في القرآن الكريم. وتعرض السد طوال تاريخه لانهيارات عديدة، حيث يشير بعض المؤرخين إلى أنه انهار 5 مرات حسب بعض الروايات، وفي كل مرة كان اليمنيون يعيدون بنائه. السد الجديد: بني السد الجديد في عام 1986 بدعم من رئيس دولة الإمارات العربية الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على بعد 3 كيلومترات من مكان السد القديم عند خط عرض 1530 درجة شمالا وخط طول 4530 شرقا، وتبلغ مساحة بحيرته 30 كيلومترا مربعا، ويتسع لام 400 مليون متر مكعب من الماء، فيما تعمل بوابة التصريف الخاصة به بطاقة قدرها 35 مترا مكعبا في الثانية، وذلك لزوم ري حوالي 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية وفق العديد من المصادر. ويبلغ عمق الجسم الخرساني لهذا السد 60 مترا، ومساحته 24,000 متر مربع، وطوله 763 مترا، وعرضه عند مستوى سطح الوادي 337 مترا، وعند مخرج المياه من بوابة التصريف 195 مترا. كما بلغ إجمالي حجم الردميات في جسم السد 3 ملايين متر مكعب، وتمت إزالة 200,000 متر مكعب من الصخور من جانبي الموقع، وتغطية جسم السد بصخور بلغ حجمها 100,000 متر مكعب، شارك في إنشائه حوالي 400 مهندس واستشاري وعامل وفني وإداري وغيرهم.